سلام ورحمة الله. اليوم في المزرعة وموضوعنا اليوم حلو جدا، وراح نتكلم فيه عن الوفرة أو البرسيم وفوائدها الجبارة. لو تعرفون مكونات البرسيم خاصة الوفرة الصغير منه اللي طوله 10 سنتي اللي دوب انزرع، هذا يمكن تطردون الغنم وتأخذون البرسيم. نبتة جبارة، وأهم ما فيه مادة الأخضور أو مادة البلاستيدات الخضراء أو مادة الكلوروفيل أو مادة الحياة اللي مضادة للأمراض ومضادة للسرطان، يرفع الكلوروفيل، يرفع الهيموغلوبين، مضاد لفقر الدم، مضاد للأنيميا، له فوائد كثيرة يا جماعة. في مادة الكالسيوم، في الزنك، في المغنيسيوم، في البوتاسيوم، في النحاس، في المنجنيز، في فيتامين سي، في فيتامين ب. يقلل الكوليسترول في جسم الإنسان بشكل كبير جدا، ولذلك نقول يفيد في الجلطات، إنه إذا قلل الكوليسترول راح يفك جسم الإنسان من جلطات كثيرة جدا. مفيد في التهاب المفاصل، التهاب الكلى، يمنع سيولة الدم، يعني يساعد على التخثر، يمنع قرحة المعدة، زي ما قلت لكم مقاوم للفيروسات، في سيلينيوم، ولذلك يعتبر مضاد قوي جدا، مكافح للشيخوخة، مضاد للأكسدة، ينظم هرمونات الجسم الأنثوية خاصة مثلا، يخفض اليوريك أسيد، علاج للثة، منظم للسكر، يكافح السرطانات، يعني منظف لسموم الجسم. بما أنه مضاد الأكسدة فيكافح كل الخلايا السرطانية، وبعد ذلك نقول حتى آخر الشيخوخة، ينفع لثة الأسنان، ينفع النساء، مفيد جدا. طيب، إما أنه يؤخذ على شكل عصير، يؤخذه الصغير، هذا الوراقة الصغيرة تأخذ وتصلح منها عصير كوب، تأخذه يوميا أو تغليه إذا كان كبير شوي، بس لا تصيروا زي المصري ذاك اللي أخذوا في أكواب، صاروا الجماعة حقين يقولوا له الحمار قال حمار راه، لأنه قاعد في البرسيم حق الحمار مثلا. لا تنتبهوا لهذول المغالطة. انا اتكلم ما هو على البرسيم اللي يعطي الحيوانات، لانه يمكن عليه مرشوش مواد كيماويه، ممكن مسمى بيوريك، يعني في اشياء معينه لازم تاخذ من برسيم، زي البرسيم الحجازي، البرسيم اللي يزرع في البيوت، البرسيم اللي يزرع عند ناس بدون مبيدات ويحش وطوله 10 سنتي تقريبا، هي صغيره، هذا هو المفيد. حتى انا نسبه البروتين ترى في عالي جدا، يعني حتى الغنم اذا اعطيته الدر حليب بشكل كبير، وبذلك انا اخاف والله ان البشر ينافسون الحيوانات على البرسيم ويصير ازمه عالميه من جد. واهم في ماده الخضور اللي قلت عنها الحين اللي هي ناتجه عن تاخذ ثاني اكسيد الكربون وتاخذ مويه وضوء الشمس وتحول البلاستيد الخضراء الى سكريات ونشا، ويمكن مركب الخضور يمكن ما يهمكم هذا الشيء، انه سي 55 اتش 72 وفي اكسجين وفي نيتروجين وفي مغنيسيوم، ويختلف الخضور خمسه انواع، في خضور اي وخضور بي وخضور سي وسي 2 وفي دي وفي اف، يعني انواع كثيره من الخضور، لكن المشهوره منها اي وبي. وفي مستنبتات كثيرة جدا، زي مستنبتات البر، مستنبتات القمح، مستنبتات الشعير، كلها تعطينا مادة في الخضور رائعة. وبالعافية، وانتبهوا من المرشوش لأنه يجي عليه معادن ثقيلة، معادن ثقيلة هذه خطيرة إذا دخل الجسم الإنسان، سبب له مشاكل كثيرة في الكلى وفي الكبد. ونقول خذوا البرسيم الزراع الحجاز. وعلى فكره الخضور ما بس في، ممكن تلاقيه في السبانخ، ممكن تلاقيه في الكيوي، في التفاح الاخضر، في العنب الاخضر، يعني ما هو بس في البرسيم، الخضور في اشياء كثيره جدا، في الافوكادو، في الشاهي الاخضر، يعني عندك كثير من الاشياء اللي لونها اخضر احتمال كبير يكون فيها ماده الخضور اللي تطول العمر وتقضي.